السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين اخباركم؟ فيديو جديد تاني وتجربة جديدة مع احسن كشري في مصر وخصوصا بورسعيد. طلبنا النهارده من اربع مطاعم، والاربع مطاعم معظمهم من اختيار الناس. شفنا الناس عامله ريفيوات على انهي مطاعم وجبناها، وعايز اقول لكم اللي انا طلع عيني حرفيا لحد ما جبت المطاعم ديت، لان تقريبا كده بورسعيد ما فيهاش مطاعم كشري، ممكن اتنين او ثلاثه بس، او ممكن يكون فيها بس احنا ما نعرفش. بس اللي لقيناه او عرفنا نجيبه جبناه، والاربع مطاعم هم الكديوي وشوقي وهند ودمياط. برضه عايز اقول لكم اللي انا حاولت اجيب نفس الاسعار عشان تبقى الاحجام متقاربه ونعرف نقارن الكميه بالسعر بالطعم. فعلى بال ما الاكل يجي ما تنسوش طبعا لايكات. اول واحد وصل معانا هو دمياطي. الطبق ده سعره 20 جنيه، يعني الباكج نص نص، بس انت برضه بتاكل يعني حاجه شعبيه. في ناس بتحط الصلصه والكلام دوت في قلب، بس هو برضه سعره مش غالي قوي، 20 جنيه، فشغال. هو جايب معاه هنا كيس صلصه كبير، اول مره حد يديني كميه صلصه كبيره كده. كيس شطه ملناش دعوه بيها طبعا، وشويه دقه كده. خلينا نفتح الطبق، حاطط عليه بصل كتير، عارف مش طعمه حلو، بس نفتح كده نحط الصلصه. انا متكيف قوي من كميه الصلصه. عايز اقول لكم ان الصلصه غرقته. دي نادرا لما تحصل في محل كشري اللي يبقى فيه صلصه كتير، غير لو انت بقى طالب زياده. بصوا الصلصه عليها عامله ازاي، بس الصلصه كده تحسها غريبه، تحسها ناعمه كده، فيها حاجه او مطحونه قوي ما تعرفش. خلينا ندوق ونشوف كده. بسم الله. الصلصه مززه، مززه سيكه، بس بتهيألي من نوع الطماطم، بس انا ما بتضايقش منها عادي المزازه دي. عايزين نقلبها بس كويس. كيف اول الصلصه بتاعته، البصل اللي فيه مقرمش مش طري، جامد. الطبق ده نحط دقه كده، دقه يعني خفيفه سيكه، طعمها واضح بس ما تحسش بالخل قوي. لا الطبق ده جامد قوي، وعلى سعره 20 جنيه بالكميه ديت تحفه. مكرونه مستويه حلو، فيها مكرونه عقل وسباكيتي، كميه العدس اللي فيها برده حلوه. واللي مكيفني قوي برده البصل مقرمش، دي نادرا ما تلاقيها في محل كشري. والرز مش كتير، في محلات تكتر لك رز وتقلل مكرونه. التوازن بتاع الطبق حلو، الحمص اللي فيه برده تحفه، الصلصه تحفه، الدقه بس عايزه تقل سيكه، ملناش دعوه بالشطه طبعا. لا الطبق ده دولي. خش في اللي بعده. تاني واحد وصل معانا هو هند. دي العلبه بتاعت الكشري، مختلفه شويه، وجايب كده كيسين دقه صغيرين، حبه صلصه قليلين قوي دول، اقل من الدمياطي بكتير. وده جبنه من عنده رز بلبن فرن. المطاعم كلها كنا عايزين نجرب حاجه من الحلو اللي عندهم. في مطاعم كان الحلو اللي عندهم اشتغل ومطاعم لسه، فاللي لقيناه جبناه، بس ده نخليه في الاخر اللي نبقى نحل بيه. ده سعره برده 20 جنيه. الحمص اللي فيه صغير قوي وعضته غريبه كده، تحسه ني ده ولا ايه؟ او نوع وحش مش عارف باين لكم ولا لا، بس اول مره اشوف حمص بالحجم ده، يا اما مش مستوي بقى، يا اما حجمه صغير، يا اما نوع وحش، بس وعضته برده مش حلو. علينا خلينا كده نحط الصلصه برده. هند بيتهيألي الباكج بتاعه احلى شويه من الدمياطي، يعني مش فارق كتير قوي، بس الدمياطي برده حجمه اكبر. ده كميه الصلصه مش كتير قوي، والطبق برده قويت مش عريض زي الدمياطي، هتلاقي الصلصه على الوش بس مش هتوصل لتحت قوي. حطيت رز كتير قوي ده. ايه يا حاج فين المكرونه؟ ايه ده؟ تاني كده؟ حادق قوي. ايه يا عم ده؟ بص انا مش عارف اطلع حاجه اصلا عشان كلها رز وشعريه صغيره كده. ايه ده؟ ما فيش مكرونه اللي هي. لا ده مش حلو ده. حاسس ان انا باكل رز بصلصه بس. حسنة الوحيده اللي في الطبق ده ان المكرونه سواها زي ما انا بحبها عضه كده. غير كده انت تحس ان انت بتاكل رز بعدس بس مش شعريه صغيره دي. مش حاسس لا بطعم الحمص ولا البصل، البصل شبه مش موجود. يعني بصوا عايز اوريكم كميه الرز اللي فيها، مكرونه قليله قوي، شايفين كميه الشعريه والرز اللي فيها؟ لا ده مش حلو بصراحه، حلو خالص.
مع اني كنت باكل منهم قبل كده الطعم كان بيبقى احلى من كده بكتير. اللي عامل الصلصه مزود ملح بغباء. ندوق الدقه بتاعتهم بالمره. اوحش طبق كشري كلته في حياتي، واوحش دقه برضه مع كشري شفتها في حياتي. اللي بعده ثالث محل معانا شوقي. لسه اقول لكم الكشري هند اللي قبل ده على طول ما جابش شطه مع الارز، فدي حاجه غريبه. ده سعر الطبق عنده 22 جنيه ده اغلى واحد فيهم. ده احلى باكج لحد دلوقتي، علبه مش كبيره قوي لحد دلوقتي، الحجم دمياط يكسب. جاب كيس صلصه كبير برضه، دقه، شطه، وده اول واحد يجيب لنا ليمون، جاب نص ليمونه كده في كيسه. ده احسن باكج لحد دلوقتي. ايه ده؟ ده بقى ما فيهوش رز ولا عدس، ده من غير رز خالص. لا الرز تحت، استنى بقى. لا الرز تحت ظلمته. ايه ده؟ انت عارفين العيش اللي بيبقى مقلي دوت حاطط فيه حتت صغيره، والعدس بتاعه كده مش عدس ناشف دراي، لا عامله كده تسبيكه كده، ده شكله مختلف عن كله. عجبني قوي طعم العيش اللي حاطه ده. الصلصه هنا مش مطحونه قوي، مش مفرومه قوي، كميتها كتير قوي برضه. بس الطبق العريض بيبقى احسن من العلب اللي هي الغويطه دي. العلب الغويطه بتفضل تاكل كده، بيبقى في حاجات تحت ما بتجيش في المعلقه. ريحته حلو، خلينا ندوق كده. مختلف في الشكل ومختلف في الطعم برضه قوي، بس عاجبني طعمه قوي. الصلصه التوابل بتاعتها واضحه قوي. الرز اللي فيه كتير سيكه بس مش مضايقني بصراحه. نجرب كده شويه دقه. ده الدقه بتاعته هتبقى حلوه، بيبقى باين على ريحتها. ده احلى دقه فيهم لحد دلوقتي بقى. طعمها واضح قوي، انت بتاكل خل التوم. الدقه واضح قوي قوي يعني، ما تكتروش كمان منها. لا الطبق ده جامد. جرب بالليمون عشان ما يزعلوش. انا ما بحبش الكشري بالليمون بصراحه، بس طعمه بيروح في حته تانية. لا بس تحفه قوي الطبق ده. مكرونه مستويه حلو. العدس برضو اللي عاملينه بتسبيكه دوت فكرته حلوه، طعمه حلو برضو. البصل قليل شويه، البصل اقل حاجه. العيش اللي كان حاطه عاجبني، عاجبني فكره العيش المقليه اللي حاططها لك من فوق ديت. قلب على بصل بس طعمه غير البصل طبعا. الحمص اللي حاطه حلو، الرز حلو، الصلصه توابلها زي ما قلت لكم واضحه قوي. يعني طبق ممكن نقول عليه حرش قوي، توابله كتير، بس دماغي الطبق ده تحفه. اللي بعده رابع واحد واخر واحد معانا، ده شنطتين. ده كشري الخليوي، ده الطبق ده سعره 20 جنيه. ده الباكج بتاعه عالمي، علبة كشري كده غريبة عليها اللوجو بتاعه، كيس صلصة كبير، كيس دقة، كيس شطة، شكلها صعب، وده تلاقيه عنده الحمد لله رز بلبن، ده كان عنده أطعمة كتير وأنواع كتير، جبنا من عنده ثلاث أطعمة بس، ومشبرين كده شكلهم جامد، جم على جنب، جمعهم معالق كده حلوة، الباكج بتاعه جامد قوي، وده طلبنا من عنده حاجات إضافية، يعني طلبت تقلية اللي هو البصل المقلي إضافي، العلبة دي ب5 جنيه، كيس صلصة برضه زيادة، عشان قلنا لو حد إجا ناقص صلصة ولا حاجة، ده ب5 جنيه، وكيس دقة زيادة برضه ب5 جنيه، كيس كبير قوي. لا فالباكج في الباكج ده يكسب لحد دلوقتي. علبه تقيله، كيس الصلصه مليان على اخره. مشكله العلبه دي بس اللي هي غويطه قوي، بص المعلقه تنزل لحد فين. مكرونه اللي فيه كتير وانا بقلب. ده جامد قوي بقى. ده الكشري بقى اللي احنا نعرفه. مكرونه فيه كتير قوي، كل حاجه فيه مظبوطه. البصل طعمه واضح كتير، مكرونه كتير، الحمص كتير، الصلصه برضه طعمها جامد قوي. ده جامد ده. مش هحط تقليه بصراحه، مش محتاج، بس ندوقها بدم اجت. مش جامد قوي. معين التقليه دي جامده قوي، مسكره كده، تسكره حلوه. ندوق برضو الدقه بتاعتهم. دقه شوي احلى بكتير. لا بس كتوتال الطبق ده جامد قوي، وعلى 20 جنيه تحفه كبيره على فكره. نخش بقى على الحلو. نبدا اول حاجه بالمكرونه الفرن بتاعت مطعم هند، بما ان المطعم كان واقع خالص في الكشري، وانا مش متفائل خير بصراحه بالمكرونه دي برضه. ده طبق مكرونه فرن سعره 6 جنيه. لا بصراحه حلو، الرز مش معجن كده، اللبن اللي فيه كتير، طعمه حلو وواضح. الطبق اللي على الوش ديت مطرح الفرن تحفه. حلو اهو يا عم في الرز بلبن. امال الكشري بتاعك عامل كده ليه؟ تبع نيجي للحلو بتاع بقى مطعم الخديوي. انا جبت بثلاث اطعمه، اوريو، لوتس، مكسرات. اي واحده فيهم سعرها 15 جنيه. نبدا بالمكسرات. انا شايف زبيب، فستق، لوز، كاجو، بندق، كل المكسرات بصراحه. سوداني، معلقه حلوه كده، شكله جامد قوي ده. ندوق كده. ايه ده؟ جامد قوي، تحفه يا ولاد اللذينة. تقالي حاطط قشطه مش عارف. لا ده جامد قوي، اللبن اللي فيه دسم، تحس انه قشطه مش لبن. هو الرز مستوي حلو، طبق كبير على سعر 15 جنيه. لا جامد قوي الطبق ده، قوي قادر اسيبه. نخش بعد كده اللي بالاوريو. ريحته حلوه ده، بص شكله ريحه الاوريو واضحه فيه. ده بقى احلى من المكسرات 100 مره. ايه ده؟
تحس ان في قنبله اوريو ضربت في بقك جامد قوي. الاختراع ده يمكن كده شوكولاته وعلى كده شويه بسكوت كده مكسر من فوق. فظيع الطبق ده. راح بدات ادوق. نيجي لاخر حاجه رشقي اللوتس. طبعا انتوا عارفين ان انا بموت في حاجه اسمها لوتس. اوه مستغرب ازاي الاطباق دي ب 15 جنيه. ده شكله حاطط عليه كده زبده اللوتس ومن فوق بسكوته كده. انا تعبت خلاص. جامد قوي رغم اني بحب اللوتس اكتر حاجه، بس الاوريو لا، الاوريو جامد قوي يعني. الاوريو اكتر حاجه عجبتني. هو نفس الرز بلبن حلو مش معجن، دسم برضو لبنه كتير. طيب خلوني بقى اظبط الترابيزه وارجع اقول لكم ملخص التجربه كامله. طيب انا رتبتهم من الاحسن للاوحش. اول حاجه الباكج بتاع الخليوي طبعا يكسب بمراحل. بعد كده ممكن شوقي، حته النص ليمونه اللي جابها دي ما حدش عملها. بعد كده الدمياطي، بعد كده هند. بالنسبه للطعم الخليوي طبعا يكسب برضو بمراحل، طعمه جامد قوي. تحس بطعم الكشري شويه قلب على بيتي، مش هقول بيتي قوي. المكرونه كتير مش مكتر رز، نفس الكلام برضو الدمياطي. الصلصه بتاعته كانت حلوه قوي، الرز مش كتير قوي، البصل بتاعه كان حلو قوي، والبصل برضو بتاع الخليوي كان حلو قوي اللي انا جبته. شوقي والدمياطي قريبين من بعض شويه. شوقي اللي بيحب الطعم الحرش اللي فيه توابل كتير هيعجبه. هند بقى ما جاش خالص، انا اسف، بس فعلا الكشري بتاعه اوحش كشري كلته في حياتي فعلا. لا دقه ولا اي حاجه، والدقه بتاعت شوقي هي احسن دقه معانا برضه. فلا التجربه كمجمل حلو. نيجي للرز باللبن. الرز باللبن بتاع هند حلو، بس طبعا ما يجيش حاجه جنب الخليوي. ممكن الكشري بتاعه يكون مش حلو المره دي، لان زي ما قلت لكم انا اكلت من عنده قبل كده كان الكشري احلى من كده بكتير. الرز باللبن مش هيبقى احسن من كده يعني، هو حلو، بس بتاع الخليوي طبعا افتكاسات تانية احلى بكتير. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناه اليوتيوب، فولو على انستجرام وفولو على التيك توك. بس كده كان معاكم عمر رمضان من قناه عمر رمضان. سلام.